أكيد المباراة في المجمل يعني بطيئة في الرتم، والأهلي بطيء كان في التحضير من الخلف إلى ده. طبعا مدرب الوحدة لعب اليوم بتشكيلة مختلفة، لعب على 4-5-1، رجع نسيبه في وسط الملعب، وعادة كان يلعب خلف إيجالو، لعبه خلف وسط الملعب وحاول انه ما يترك اي مساحات في وسط الملعب حتى الاهلي يستفيد فيها، لانه عارف انه الاهلي جيد في المساحات، فقفل له كل المساحات. وكانت المباراه تقريبا يعني تكتيكيه بحته من الفريقين. المساحه الوحيده اللي لقاها في هذا الهدف ماكسيمال، بعد ما كان الوحده بيعمل ضغط عالي في ملعب الاهلي، تركوا مساحة كبيرة، هذه يمتاز فيها لعيبة الأهلي في المساحات عن طريق ماكسيمان أو عن طريق محرز، جيدين كثيرة بتكون في مساحات في الفريق. المباراة بصفة عامة كانت قوية، الوحدة فريق كان جيد، ولكن اللي ما كان جيد في تبديلات المدرب، تبديلات مدربهم كان الحقيقة كانت في أخطاء كثيرة في التبديلات، أضعفت الوحدة وضيعت التركيبة اللي كانت ماسك المباراة في أول المباراة. الأهلي بحاجة انتصارات يا بركان في الوقت الحالي بعد البدايات المتعثرة، أصبح بعد التوقف اليوم ما أمام المدرب عذر في عملية أنه والله ما التحق بالفريق إلا متأخر، ما شاف اللاعبين، ما تعرف عليهم، وأمامه اختبارات قوية من ضمنها اليوم الوحدة، المباراة الجاية الهلال. ايوه طبعا، انت في بعض اللعيبه كانوا في يعني زي محرز زي ماكسيمان زي ده كانوا مع منتخباتهم، يعني فتره التوقف سايره مضره جدا للانديه السعوديه بسبب انه التمارين ما يكون كامله للعيبه لما يكونوا الاساسيين، يعني الاجانب كلهم بيلعبوا في منتخبات بلادهم فبيلعب بالاحتياطي، ولكن لما تيجي المباراه حيضطر يلعب باللعيبه الاساسيين، فهذه فتره التوقف الان اصبحت بالنسبه للسعوديه يعني يمكن 90% من الاجانب الموجودين في الانديه السعوديه يلتحقوا منتخباتهم خلال الفتره، فبتاثر على الاعداد لما بعد التوقف. هذه هي المشكله اللي بتصير في الانديه السعوديه. الحقيقة يعني يسلى كانت تغييراته جيدة في هذه الأداء، طبعا بعضها كان اضطراري وبعضها كان تكتيكي، والحقيقة نجح في عملية التغييرات في خلال هذه المباراة عكس مدرب الوحدة اللي أضعف الوحدة وشتتها بسبب التغييرات السيئة اللي عملها في الشوط الثاني.